السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الأهلاوية والزملكاوية المحترمين اللي مش راضيين عن السباب الأعظم في مصر مرتضى منصور. أما درويش مرتضى منصور اللي هم ما بيحبوش الزمالك قد ما بيحب قد ما بيكرهوا الأهلي، دول فدول ما يلزموناش في أي حاجة. تحطهم عاوزين يتفرجوا يتفرجوا، مش عاوزينهم محرين ما تفرقش معانا يعني، لكن الناس المحترمه من الزملكاويه اللي عارفين قيمه ناديهم، وطبعا الاهلاويه حبايبي اللي بتشرف ان انا اخوهم وهم اخوات ليا. اتمنى من الكل لايك وشير يا شباب، اهم حاجه لايك والشير عشان تدعمونا علشان نحارب البني ادم السباب ده. طيب قبل ما ابتدي انا برضو برد على الكلام اللي قاله في المؤتمر، ويمكن دي الحلقة الثالثة ردا على المؤتمر اللي هو عايزه. بس قبل ما ارد على مرتضى افندي احب بس اوجه كلمة لاخص بيها بالذكر واحد من المعرضين اللي بيجوا على قناة على قناة مرتضى منصور، مش قناة الزمالك، حد كده اسمه ماجد غراب او حاجة غراب كده، حد ابتسامته سامجة كده فعلا، يعني ابتسامة سامجة والله. يعني احب اقول لك مالكش دعوه بالكابتن محمود الخطيب، مش عشان تعرض لمرتضى منصور بتاعك، مش عشان تعرض له تحط الخطيب في جمله مفيده. يا عم مالكش دعوه بالخطيب يا عم الحاج، انت مالك ومال الخطيب؟ قال لا حاجه غريبه، تقول اصل مرتضى منصور عمل مؤتمر للمعارضين، اتمنى الكابتن الخطيب يعمل مؤتمر. انت مال امك، انت مال امك؟ احنا يا حبيب قلبي في الاهلي اللي انت ما تعرفوش، احنا ورا اداره نادينا، حتى لو اختلفنا معاها منين ما خدت قرار، حتى لو احنا كنا معترضين عليها بنأيدها فيه، ما بقيناش معارضين بقينا مناصرين. انتوا بتقولوا على دوا بيب بيب واحنا فرحانين بالبيب بيب ديت، حتى مجلس الاداره نفسه بيتفقوا على يتخانقوا مع بعض جوه ويقطعوا ضم بعض، لكن طالما خدوا قرار اللي كان رافض القرار بيدافع عن القرار قبل اللي كان موافق عليه. يا حبيبي دي تقاليد اهلاويه انت ما تعرفش عنها حاجه وملكش دعوه بيها. ما تقولش بقى الخطيب يوجه دعوه للمعارضين ويعمل مؤتمر للمعارضين، انت مال امك بالكلام ده؟ دول بس كلمتين على جنب كده للاستاذ غرابه فندي ده. ماشي طيب. نرد بقى على شوية كلام من اللي قاله مرتضى منصور. أول حاجة عمال فضح الدنيا في المؤتمر يقول لك أنا ضحكت على الخطيب، أنا ضحكت على الخطيب، ضحكت على الخطيب في إيه؟ يقول لك أصل أنا خليته بعت له إمام عاشور معرفش ب 3.5 مليون، يعني ب 200 مليون جنيه، ويعني أنا كده وفي لعيب في مصر بيتباع. يا حبيبي الأهلي اشترى مرتضى، اشترى إمام عاشور من ميتلاند يا بابا، ما اشتراهوش منك يا حبيبي. لما انت نكون اشتريناه منك دي قصة تانية خلاص، لكن احنا ما اشتريناهوش منك يا بابا. نشتريه بقى ب 3 مليون، نشتريه ب 4 مليون، انت ما بتعلناش حاجة من جيب اللي خلفوك يعني خلاص. وفي جمعية عمومية تحاسب الخطيب على الكلام ده، انت مال امك يا مرتضى؟ برضه انت مال امك يا مرتضى؟ خلاص اضحك على جماهيرك براحتك، في شوية مغفلين هيقتنعوا بالكلام اللي انت بتقوله ده، لكن اللي بيفهمه لو عيل في تالتة اعدادي بيفهم هيعرف ان الكلام اللي انت بتقوله ده بلح. ده ايه بلح؟ الحاجة التانية بتقول كهربا انا لبسته للخطيب معرفش بكام. يا حبيبي كهربا الاهلي مش هيدفع فيه جنيه، ممكن يساعد اللاعب في دفع الغرامة من عقده، لكن الاهلي واخده انتقال حر. يا حبيبي الاهلي ما دفعش فيه جنيه عشان يجيبه يا بابا. برضو الكلام ده تضحك بيه على المغفلين بتوعك ويرددوا لشوية المعرضين اللي انت مأجرهم على القناة دول. ماشي، لكن الاهلي ما دفعش في كهربا جنيه يا حبيبي. هيساعدوا في الغرامة عادي، واذا ما ساعدوش ما عليهوش لوم برضه، وكهربا ان توقف ايه توقف مفيش مشاكل، لانه عمل مع الاهلي بطولات. لو كان قاعد في الزمالك ما كانش شم واحده منهم يا حبيبي، اللي بقالك 20 سنه ما عرفتش تفوز ببطوله افريقيا. تاني حاجة، تاني نقطة، شوية نقط كده على السريع يعني. انت بتقول على ناديك النادي فاروق النادي الملكي، وبتقول عليه نادي الملوك، غور بيه، لان انت كده بتهين ناديك. المفروض ان النادي ده معمول للشعب، النادي ده معمول للشعب خلاص. انت بقى عايز تسميه نادي الملوك ونادي فاروق، انت حر، مش عاجبك اسم الزمالك جماهيرك بقى اللي تحاسبك على الكلام ده، بس احنا يعني بننبه يعني. طيب في بقى طبعا انت واخد حكم انك سافل بحكم محكمة، لكن في ناس بتمشي وراك في السفالة دي، فبالتالي تنطبق عليهم صفة السفالة زي ما انطبقت عليك، اللي هم يروحوا على القناة بتاعتك وانت كمان في المؤتمر تتكلم في اسرار شخصية
او في حاجات شخصيه الكوره والرياضه ملهاش دخل بيها، بس الوطيان والدناءه والسفاله. يعني ما اذا كان رب البيت بالضف ضاربا فشيمه اهل البيت الرقص، فيطلع واحد زي ايهاب الفولي ويتكلم يقول اللي كهربا كان عليه قضيه نفقه، وان امام عاشور كان عليه قضيه وصل امانه، والزمالك دفعهم، اول انت ما دفعتلهمش لهم صدقه، دي كانت من عقودهم يا حبيبي، يعني الفلوس دي برضه هم اللي دفعوها في الاخر، وانت لما دفعت ما دفعتش عشان مصلحتهم، انت كنت بتدفع عشان اللعيبه دي كانت بتفيدك وعشان ما تتوقفش عادي، يعني دي مش منا، بس ليه السفاله وقله الادب وتتكلم في حاجات شخصيه ملهاش دعوه لا بالانتقالات ولا بالكوره من اصله، وتقعد تقول كده؟ دي اسمها وطيان وسفاله ودناءه، بس دي مش مستغربه على مرتضى منصور، ده واخد حكم محكمه فيها، ولا مستغربه على الناس اللي عندها استعداد تبيع ضمايرها علشان تقبض وتاخد الظرف بعد كل حلقه. مش عارف انتوا بتبصوا في عيون مراتاتكم ازاي وعيون ابنائكم ازاي، مش عارف ولادكم هيطلعوا متربيين ازاي لما العيل هيطلع شايف ابوه، لا مؤاخذه يعني، بالوطيان وبالانبطاح دوت يعني. طيب نقطه بعد كده، دليل برضو على ان الزمالك عزبه في عدرة مرتضى، هو مش امير ده المفروض مدير كرة؟ طالع تقول امير بقاله شهرين في مراسي وازاي تشتموه، ما فعلا عزبة لما انت تطلع بمنتهى الجراءة كده وتقول امير اللي هو مدير كرة المفروض يعني خلاص، او المسؤول عن النشاط الكروي زي ما انت بتقول الله اعلم بتدي لكل واحد منصب ايه، بقاله شهرين في مراسي وزعلان انه بيتشتم، يا ابني يعني انا مش فاهم يعني، يا المفروض ان جماهير الزمالك ترد عليك. طيب ايه تاني؟ دي بشرة بقى بنحب نبشرها لنادي لجماهير نادي الزمالك، انك جبت لهم ساحر سبعة سيستم، بيقول معاه سبعة سيستم هيواجه بيهم بحة، هيواجه بيهم بحة. ابشروا يا جماهير نادي الزمالك، بعد كده انتم ما تروحوا تشجعوا تاخدوا معاكم كودية زار خلاص، وبدل الشماريخ تاخدوا بخور، جايب لكم ساحر في قلب نادي الزمالك ومطلعه على قناة الزمالك عشان بيكتب في شعر ويقول انا معايا سبعة سيستم بواجه بيهم، سيستم للمدافعين وسيستم للحراس المرمى وسيستم معرفش الايه وسيستم، وانا السحر بتاعي يبقى اقوى من سحر بحة، وهتكسبوا بيه كاس العالم للاندية. ابشروا يا جماهير نادي الزمالك، افرحوا بناديكوا وافرحوا برئيس ناديكوا. طيب نروح نقول كلمة لشوية المعرضين اللي انت مأجرهم على القناة خلاص، اللي هم يعني مش عاوزين نغلط يعني، كفاية عليهم كلمة المعرضين يعني، انتوا زعلانين، بتقول زعلانين من الجماهير وبتقولوا عليهم متزملكين علشان بيقولوا ان مرتضى منصور وسياسته احد اسباب تراجع الفريق، وزعلانين قوي بتقولوا انه المفروض لا، طب ما انتوا بتمارسوا العكس يا حبايب، انتوا ساعه ما الفريق يفوز او يحقق بطوله تقولوا مرتضى منصور اللي جابها، مرتضى منصور اللي جابها، مرتضى منصور الرئيس التاريخي، مرتضى منصور اللي عمل النادي، مرتضى منصور هو اللي بيجيب البطولات، مرتضى الله بأنهي منطق يبقى مرتضى المنصور هو اللي بيجيب البطولات لما تيجي، ولما يحصل إخفاق وتدني في المستوى وفي كل الالعاب ما يبقاش مرتضى منصور، ويبقى مره السحر ومرة الحكام ومرة الفيفا ومرة المريخ ومرة أورانوس، ما تثبتولكوا على مبدأ، ما هو إذا كنتوا انتوا راضيين يا شوية معرضين إنكوا تقولوا إن مرتضى منصور هو صاحب الإنجازات وصاحب الانتصارات، يبقى برضه هو صاحب الإخفاقات. خلاص؟ إيه المنطق المعوج ده؟ بعد كده جاي بتقول ايه في المؤتمر، اخويا وحبيبي محمود الخطيب لو كان قال انا عايز كهربا كنت هديهوله بكذا ومش عارف ايه، لكن هو اللي بيخسر نفسه، وانت لما خطفت فتيات الطايره اللي كانوا فتيات الذهب وبقوا بالنسبه لنا احنا يعني مش مشكله، هم ايه كنت رحت فوتت محمود الخطيب، ولا رحت اللي بياخد 200 ألف اللاعيبه اللي بتاخد 200 ألف اديتها مليون جنيه عشان تلمع النوسح ابنك احمد، ها رحت صرفت ملايين النادي، اللاعب ما كانش يستاهل غير 200,000 جنيه، ها؟ بقيت تجيب اللاعيبه بمليون جنيه او بمليون وشويه، حصل ولا ما حصلش؟ كنت فوتت الخطيب؟ والنبي يا ابني اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ يعني ما يتقالش عليك غير كده. كمان حضرتك في وسط كلامك بتقول انك من اشهر المحامين في العالم العربي، ودي اعتقد انها حقيقه يعني، بس برضو حضرتك يا ريت ما تنساش انك من اشهر السفلة في العالم العربي، روح ارفع عليا قضية
ما تنسوش يا جماعه والنبي اللايك، والنبي على الحته دي بالذات محتاجه لايك منكم، يعني لايك وشير كده ضحكونا عليه. ما تنساش تقول انك من اشهر السفله في العالم العربي، وما تقدرش ترفع عليا قضيه لانك سافل بحكم محكمه. انت راجل اتسجنت في قضايا سب وقذف، ومن خلال والله بنوجه نداء للمشرع اللي بيشرع القانون ان اللي يتحكم عليه في قضيه سب وقذف لو عملها تاني المفروض العقوبه تتضاعف، المفروض العقوبه تتضاعف. والى اللقاء ان شاء الله في مره تانيه نطلعك على المسرح يا مرتضى بمنصور. متنسوش اللايك والشير وسلام.